السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أعمل مقارنة ما بين المغرب يعني كوطن عربي وما بين روسيا. سوف أقارن هؤلاء البلدين يعني من جميع النواحي، مثل الجو، الأمان، التعليم، مجتمع، مواصلات إلى غاية يعني الآخر. ومن بعد ذلك سوف نعطي يعني مثل تنقيط على كل شيء، فاهم؟ لكي في الأخير نحصل على النتيجة الأخيرة، والنتيجة الأخيرة هي التي ستعطينا النتيجة التي تهمنا، هي والجواب على السؤال: من الأحسن، العيش في المغرب أو الوطن العربي أو العيش في روسيا؟ شاهد الفيديو إلى الأخير، لايك وسبسكرايب، ولنبدأ بعد هذا الانترو. أعذرني دوما على الوسائل البسيطة التي أستعمل في فيديوهاتي، ولكن أن تستعمل وسائل بسيطة وتقدم منفعة خير من أن لا تفعل أي شيء. هذا هي الخطاطة. هنا وسنقارن ما بين المغرب وروسيا انطلاقا من هذه الأشياء. بداية، الجو. الجو في المغرب جميل جدا، هناك الدفء، هناك وقت البرد، هناك وقت الخريف، بينما في روسيا رغم أن الهواء في روسيا أحسن من المغرب، ولكن يا صراحة العيش في روسيا أثناء فصل الثلج صعب جدا جدا جدا. لهذا ممكن في الجو أن نعطي للمغرب 7 من 10، ونعطي لروسيا 5 5. الصيف في روسيا جميل جدا، ولكن البرد صعب جدا. بالنسبة للأكل، مقارنة بين المغرب وروسيا، صراحة الأكل في المغرب أحسن بكثير من الأكل في روسيا. هذه من عيوب روسيا، هو المطبخ الروسي، فاهم؟ يعني بعد، حتى للأسف بعض الأكلات تجدهم أن يعتبرها الروس لذيذة، ولكن عندما تتذوقها تجد أن الطعم سيء. ممكن أن أعطي للمغرب 9، يمكن أن أعطي روسيا كذلك 6، فاهم؟ هناك بعض الأكلات اللذيذة في روسيا ولكنها قليلة جدا. الدين ما بين روسيا والمغرب واضح جدا، رغم أن أغلبية في روسيا مسيحيين، ولكن العيش يعني أسلوب العيش يعني بعيد جدا عن الدين، فاهم؟ ولدينا نفس المشكلة في المغرب، هناك تراجع، ولكن رغم ذلك لازال ذلك الوجود الديني، أو لازال ذلك الضمير الديني أوكي موجود. بعد الشيء ممكن أعطي المغرب 7، وممكن أن أعطي روسيا 5. أوكي، تعليم، جودة التعليم. التعليم في المغرب، التعليم في روسيا. هنا روسيا تتفوق على التعليم في المغرب، ليس في كل الجامعات الروسية، بل إما الجامعات المتوسطة أو الجامعات القوية، فاهم؟ في المغرب لدينا كذلك نفس المشكل، يعني الجامعات الكبرى التعليم فيها قوي، ولكن كلنا نعرف، يعني نحن كمغاربة نعرف مشكل التعليم والغش وكذا الموجود لدينا في المغرب. ممكن أن أعطي في المغرب 5، ممكن أن أعطي في روسيا، ممكن أن أعطي في روسيا 8. أوكي، الأمان فرق شاسع شاسع جدا، وتكلمت عن هذا في جميع في كثير من فيديوهاتي. ممكن أن أعطي روسيا في الأمان 9، الأمان في المغرب 4. كي نكون صريحين وصادقين معنا، لازالت السرقة، لازال يعني فاهم، لازال خصوصا النساء لا يستطيعون الخروج يعني في الليل لقضاء الأغراض أو شيء وهم يعني آمنون. المواصلات فرق كذلك شاسع جدا جدا. المغاربة نحن نعلم المواصلات وأزمة المواصلات الموجودة لدينا، وروسيا تتفوق في هذا الموضوع، المواصلات تتفوق جدا. أعطيها كذلك 9، المغرب سوف أعطيها 6. أوكي، المجتمع أو الدفء المجتمعي. روسيا مثلها مثل العالم الغربي في هذه الناحية، فاهم؟ شعب منغلق، شعب فاهم، إذا احتجت المساعدة ستجد صعوبة في أن تجد شخص يساعدك، بينما نحن في المجتمع رغم كذلك أن هذا الأمر بدأ ينقص، ولكن رغم ذلك لازال فينا الخير، لازلنا نساعد بعضنا البعض. يمكنك أن تجد شخص في الشارع وتسأله عن شيء ما يساعدك، فين؟ بينما في روسيا هذا الموضوع ضعيف جدا. ممكن أن أعطي هنا 5، المغرب ممكن أن أعطي 7، فين؟ الحياة العامة،
نذهب إلى الإدارة. فرق شاسع كذلك ما بين روسيا والمغرب، لدينا أزمة كبيرة في الإدارة، أي وثيقة تريدها تحت صعوبة في بعض الأماكن، يجب أن تدفع رسوة لكي تأخذ لتأخذ وثيقة، بينما في روسيا لا، الإدارة متميزة جدا. أعطي في روسيا 9. أنا أتكلم من تجربتي من روسيا ووجهة نظري، ومن انطلاقا من سنين تجاربي في روسيا. الإدارة في المغرب 5. الحكومة كذلك فرق شاسع جدا جدا بين الحكومة في المغرب وروسيا. الحكومة في روسيا تعمل من أجل مصالح شعبها، فاهم؟ صعب أن تجد روسيا تكون من شيء ما أو كذا وكذا، فاهم؟ لأن الحكومة يعني تقوم بواجبها من تلقاء نفسها. الحكومة سوف أعطيها 8، في المغرب للأسف سوف أعطيها 4، لأن هي رأس مشاكلنا. طبيعة كذلك فرق شاسع جدا، لازالت بعض أماكن لدينا، رغم أن المدن كبيرة في المغرب جميلة وكذا، ولكن لازلنا نجد الأزبال في الشارع في بعض أماكن إلى غير ذلك، فاهم؟ وكذلك موضوع الأشجار والمساحات الخضراء لدينا ضعف كبير. في روسيا هذا الموضوع جميل جدا، ممكن أعطيه في روسيا 8. طبيعة في المغرب ممكن أعطي 6. جمالية المدن كذلك فرق شاسع، لدينا بعض المدن جميلة جدا في المغرب، كازابلانكا، الرباط، مراكش، شفشاون، طنجة إلى غيرها، ولكن لا تقارن بجمالية المدن الروسية. موسكو، سان بيترسبورغ، يكاتيرينبورغ، كراسنودار، سوشي، مدن كأنها الجنة فوق الأرض. يعني ممكن أعطي في المغرب 7، روسيا أعطيها 9. الحياة العامة لا أدري ما المقصود بها صراحة، وضعتها ولكني نسيت ما كنت أعني بها، هيا لنتجاهلها. الآن سوف أحسب المجموع وأضع المجموع هنا لكي نرى جوابنا والسؤال، وعن النتيجة التي نريد. ما الحياة، هل الحياة في المغرب أحسن أم في روسيا أحسن؟ نلتقي بعد الفاصل. لقد جمعت كل هذه الأرقام وجمعت كل هذه الأرقام يعني كمقارنة في هذه الأمور، هذه ما بين المغرب وروسيا، وفي الأخير حصلت على هذه النتيجة، 67 نقطة للمغرب و81 نقطة لروسيا. لهذا خلاصة الأمر يعني، وهذه هي الصدق يعني، هذه هي الصراحة، الحياة في روسيا أحسن من المغرب، رغم أنني نسيت عدة أمور أخرى مثل مثلا الكهرباء والماء، وفاهم يعني مهم كي نحصل فقط على فكرة عامة. كان هذا فيديو صغير طفيف، أتمنى أن يعجبكم ويعطيكم فكرة، وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.